بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم أحبائي في الله، تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي. درسنا النهاردة بعنوان الاسم المفرد والاسم المثنى والاسم الجمع. في البداية لازم نعرف إيه هي أقسام الاسم. عندنا القسم ينقسم إلى قسمين، قسم حسب اسم على حسب العنوان، واسم حسب العدد. نشوف القسم الأول، هو الاسم حسب النوع. الاسم حسب النوع عندنا بينقسم إلى قسمين، مذكر مثل ولد، مؤنث مثل بنت. أما الاسم حسب العدد وهو محور دراستنا النهاردة، هو بينقسم إلى ثلاثة أقسام، مفرد مثنى جمع. مفرد ده اللي على واحد بس زي ما احنا شايفين كده، مثنى اتنين، جمع أكتر من اتنين يعني تلاتة أربعة خمسة ستة إلى آخر. أول حاجة الاسم حسب العدد. أول حاجة في الاسم حسب العدد هو الاسم المفرد. الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة فقط، واحد للمذكر، واحد للمذكر، واحدة للمؤنث. يبقى الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة فقط، يعني لو دل على أكثر من واحد ده ما يبقاش مفرد. المفرد هو واحد فقط أو واحدة فقط، واحد للمذكر إذا كان مذكر، واحد للمؤنث إذا كان مؤنث. طب نشوف أمثلة على كده. العلم نور، الولد مجتهد، المهندس متميز، البنت ممتازة، الأم حنونة، السيارة جميلة. السيارة جميلة. لو لاحظنا هنا الأسماء، العلم، الولد، المهندس، البنت، الأم، السيارة، هنلاقيها كلها دلت على واحد أو واحدة فقط، فعشان كده اندرجت تحت الاسم المفرد. فالعلم هنا دل على علم واحد بس، فعشان كده أصبح مفرد. الولد دل على واحد بس، مقلتش أكتر من ولد، قلت ولد واحد بس هو اللي مجتهد، فعشان كده هو أصبح مفرد. المهندس قلت مهندس واحد بس هو اللي متميز، ما قلتش اكتر من مهندس، ما قلتش مهندسان او ثلاثة او اربعة او خمسة مهندسين، لا قلت مهندس واحد بس، فعلشان كده اصبح مفرد. كذلك البنت، قلت بنت واحدة بس يعني دلت على واحدة فقط، دلت على واحدة فقط، فعلشان كده هي اسم مفرد. الام كذلك دلت على ام واحدة فقط، فعلشان كده اصبحت مفرد. السيارة دلت على سيارة واحدة بس، فعلشان كده اصبحت مفرد. تاني نوع من أنواع الأسماء حسب العدد هو المثنى. هو المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد. نقول تاني التعريف، المثنى هو ما دل على اثنين للمذكر أو اثنتين للمؤنث. هنزود إيه؟ هنزود على المفرد ألف ونون أو ياء ونون. طب نشوف أمثلة على كده. أول حاجة ناخد القانون، عشان نجيب المثنى بنجيب المفرد وبنزود له ألف ونون أو ياء ونون. أي مفرد نزود له ألف ونون أو ياء ونون هيدينا على طول المثنى. طب ناخد مثال، طبيب، مفرد دل على طبيب واحد بس، هنزود له ألف ونون هيدينا طبيبان. لو لاحظنا كلمة طبيبان هنلاقيها بتدل على اتنين، فعلشان كده مثنى. تاني حاجة من شروط المثنى هو آخرها ألف ونون، آخرها ألف ونون زي ما احنا شايفين كده، فعلشان كده هي مثنى. طب مهندس، مهندس ايه؟ مفرد، برافو، هنزود لها ألف ونون. مهندس مفرد نزود لها ألف ونون هتدينا مهندسان، برافو. مهندسان دلت على اتنين، مهندسين يعني دلت على اثنين، ومن شروط المثنى. تاني حاجة ان في اخرها ألف ونون هو من شروط ايضا المثنى، فعلشان كده مهندسان هي مثنى بالفعل. مهندسان مثنى، مهندسان مثنى لأنها دلت على اثنين زائد إن آخرها ألف ونون. ناخد مثال آخر، بنت، مفرد هنزود لها ياء ونون هتدينا بنتين، برافو عليكم. لو لاحظنا كلمة بنتين برضو هنلاقيها بتدل على اثنتين، اثنتين المؤنث، بنتين اخرها ياء ونون هو من شروط المثنى، فعلشان كده اصبحت ايه؟ مثنى. ناخد مثال اخر، سياره،
هنزود سيارة، هنزود عليها ألف ونون هتدينا سيارتان. سيارتان لو شفناها هنلاقيها بتدل على اثنتين للمؤنث، ومن شروط المثنى، وآخرها ألف ونون ومن شروط المثنى أيضا، ولذلك فهي مثنى. ناخد مثال آخر، معلمة. معلمة لو لاحظنا كلمة معلمة هنلاقيها معلمة واحدة بس، فهي مفرد، هنزود عليها ياء ونون هتدينا معلمتين. معلمتين آخرها ياء ونون وهي بتدل على اثنتين، فعلشان كده هي مثنى. ملحوظة مهمة أوي، لما عند تثنية الاسم المفرد الاسم المفرد المنتهي بتاء مربوطة زي كلمة سيارة زي كلمة معلمة، نقلب التاء المربوطة إلى تاء مفتوح. يعني لو لاحظنا هنا كلمة سيارة أخيرا تاء مربوطة، لما جينا نسنيها ونزود لها الألف والنون حولنا التاء المربوطة إلى تاء مفتوح. كذلك كلمة معلمة، كلمة معلمة منتهية بالتاء المربوطة، لما جينا نسنيها وزودنا لها الياء والنون حولنا التاء المربوطة إلى تاء مفتوح. فعند تثنية الاسم المنتهي بتاء مربوطة نحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوح. يبقى القاعدة عندنا لما نيجي نحول الاسم المفرد إلى مثنى نعمل إيه؟ نجيب المفرد ونزود عليه ألف ونون أو ياء ونون هيدينا المثنى. وعلشان نعرف إن إجابتنا صح ولا غلط، لو جينا الكلمة اللي احنا سنيناها مثل كلمة طبيبان، لو جردناها من أحرف الزيادة اللي هي الألف والنون اللي احنا زودناها، هنلاقيها دلت على كلمة إيه؟ طبيب اللي هو المفرد، فعاد المفرد إلى أصله، يبقى إجابتنا صح. طالما عاد المفرد إلى أصله يبقى إجابتنا صحيحة. أما إذا كانت إجابتنا خاطئة لن يعود المفرد، سيأتي بنا إلى كلمة أخرى. يبقى عشان نسني أي اسم مفرد نجيب المفرد ونزود له ألف ونون أو ياء ونون يدينا المثنى على طول. برافو عليكم. تالت حاجة هو الجمع. الجمع هو ما دل على أكثر من اثنتين، اثنين للمذكر أو اثنتين للمؤنث. طب الجمع عندنا كم نوع؟ ثلاث أنواع: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. أولا الجمع المذكر السالم. الجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد. يبقى جمع مذكر السالم هو ما دل على أكثر من إيه؟ اثنتين. اثنين عفوا، اثنين، اثنين للمذكر، عشان كده سميناه جمع مذكر إيه؟ سالم، منتهي بواو ونون أو ياء ونون على المفرد. طب ناخد قاعدة الجمع المذكر السالم. عشان نجيب جمع المذكر السالم أول حاجة نجيب المفرد ونزود له واو ونون أو ياء ونون هيدينا جمع المذكر السالم. طب نشوف أمثلة على كده. كلمة المعلم. المعلم هنا مفرد، هنزود لها واو ونون من شروط الجمع المذكر السالم هتدينا المعلمون. هتدينا المعلمون. لو لاحظنا كلمة المعلمون هنا دلت على مجموعة من المعلمون، دلت على مجموعة يعني أكتر من اثنين، أكثر من اثنين هو من شروط الجمع المذكر السالم. ثاني حاجة إنه هنا منتهي بواو ونون وهو من شروط الجمع المذكر السالم. طب ناخد مثال آخر، المهندس. المهندس هنا مفرد، هنزود له ياء ونون هيدينا المهندسين. لو لاحظنا كلمة المهندسين هنا دلت على أكثر من إيه؟ برافو عليكم، من اثنين، وانتهت بإيه؟ بياء ونون. وانتهت بإيه؟ بياء ونون. برافو عليكم، وانتهت بياء ونون، عشان كده هي جمع مذكر سالم. مثال آخر، الفلاح، هنزود له واو ونون هيدينا الفلاحون، جمع مذكر سالم لأنه دل على أكثر من اثنين وزود وزاد على المفرد واو ونون فأصبح الفلاحون. الفنان زائد ياء ونون هيدينا الفنانين. الفنانين. الفنانين جمع مذكر سالم لأنها منتهية بياء ونون زائد إنها دلت على أكثر من فنان، على أكثر من فنانين، على أكثر من اثنين.
للمذكر فأصبح جمع مذكر سالم. طب هنا عندنا ملحوظة مهمة جدا على جمع المذكر السالم، عشان نتأكد ان الجمع اللي احنا شايفينه قدامنا جمع مذكر سالم، نجرد الجمع من حروف الزيادة. حروف الزيادة اللي هي ايه؟ اللي هي الواو ونون او ياء ونون. فلو جردنا الجمع من حروف الزيادة الواو والنون والياء والنون فعاد إلى صورة المفرد، كان جمع مذكر سالم. أما إذا أعطانا كلمة غير مفيدة لم يكن جمع مذكر سالم. طب ناخد مثال على كده، ميادين. أمامنا كلمة ميادين، أغلبتنا أول ما نشوفها هنقول جمع مذكر سالم. ليه؟ لأنها ضلت على أكثر من اثنين زائد الناخرة ياء ونون. أول ما شفناه قلنا إيه؟ جمع مذكر سالم، لكن الإجابة خاطئة، هي مش جمع مذكر سالم. ليه؟ لأن لو جردناها من حروف الزيادة الواو والنون هتعطينا كلمة مياد. في كلمة اسمها مياد؟ مياد؟ مفيش طبعا كلمة اسمها إيه؟ مياد. فعلشان كده هي مش جمع مذكر سالم، لأن أعطتنا كلمة غير مفيدة. مياد كلمة غير مفيدة، فعلشان كده هي مش جمع مذكر سالم بالرغم من هنتهي بياء والنون. ناخد بالنا من الملحوظة المهمة دي، مش أي كلمة منتهية بياء ونون تبقى جمع مذكر سالم. علشان نتأكد إنها جمع مذكر سالم نجردها من حروف الزيادة اللي هي الياء والنون أو واو ونون. مثلا كلمة مياد، ميادين، وردناها من كلمة الياء والنون أصبحت مياد، كلمة غير مفيدة، ولذلك فهي ليست جمع مذكر سالم. أما إذا أعطتنا كلمة مفيدة فهي بالفعل جمع مذكر سالم. جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين للمؤنث بزيادة ألف وتاء على المفرد، ألف وتاء على المفرد. طب ناخد أمثلة، معلمات آخرها ألف وتاء فأصبحت جمع مؤنث سالم ودلت على أكثر من اثنتين عفوا، دلت على أكثر من اثنتين. مهندسات دلت على أكثر من اثنتين وأخير ألف وتاء فأصبحت جمع مؤنث سالم. مدرسات دلت على أكثر من اثنتين، أكثر من مدرسة، أكثر من مدرستان فدلت على أكثر من اثنتين وأخير ألف وتاء فأصبحت جمع مؤنث سالم. طبيبات أخير ألف وتاء فأصبحت جمع مؤنث سالم. كذلك مشجعات، سيارات، مكتبات، مسلمات آخرها ألف وتاء فأصبحت جمع مؤنث سالم. جمع التكسير، آخر حاجة معانا النهاردة في درسنا هو جمع التكسير. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد وهو العقلاء وغير العقلاء. يبقى جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين للمذكر أو اثنتين للمؤنث بنغير صورة المفرد فيه وهو العاقل وغير العاقل. والجمع التكسير هو ما ليس جمع مؤنث ولا هو ما ليس جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم. يعني اي جمع عندنا ما فيهوش شروط جمع المذكر السالم اللي هي الواو والنون والياء والنون ولا شروط جمع المؤنث السالم اللي هي الالف والتاء، يبقى على طول مباشرة يبقى جمع تكسير. طب ناخد امثلة، تلاميذ. تلاميذ جمع، هل فيها شروط جمع المذكر السالم؟ لا، ما فيهاش ولا واو ونون ولا ياء ونون. طب فيها شروط جمع المؤنث السالم؟ لا برضه، ما فيهاش الف وتاء. طب تبقى ايه دي؟ تبقى جمع، برافو عليكم، جمع تكسير. كذلك كلمة أطفال، أطفال جمع دلت على أكثر من طفل وأكثر من طفلان فلذلك فهي جمع دلت على أكثر من اثنين أو اثنتين. طب آخرها واو ونون أو ياء ونون، شروط جمع المذكر السالم؟ لا، ما فيهاش آخرها ولا آخرها ولا واو ونون ولا ياء ونون. طب اخرها ياء ونون؟ لا برضو، الف وتاء قصدي، لا برضو، ولذلك والاخرها ياء واخرها الف وتاء، لا برضو، ولذلك فهي جمع تكسير. يبقى جمع التكسير هو ما ليس جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. يبقى هو ما ليس جمع مذكر سالم وليس جمع مؤنث سالم، يعني ما بيتوفرش فيه شروط جمع مذكر السالم اللي هي الواو والنون والياء والنون ولا جمع المؤنث السالم اللي هي الالف والتاء، يبقى جمع تكسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.